بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا من تصرفات الأطباء والمسعفين أنهم قبل إجراء الجراحة أو إغلاق الجرح لابد أن يقوموا بتنظيف هذا الجرح، هكذا رأيناهم يفعلون المطهر لقتل الجراثيم حتى يتم إغلاق الجرح على نظافة، وحتى يستطيع الجسم المقاومة وبناء الأنسجة المفقودة. هذا ما تحتاجه المقاومة الفلسطينية اليوم، بل كل الشعب الفلسطيني الذي أثبت أنه صاحب القضية، وأنه من يستطيع الحفاظ على القدس والأقصى، وأنه يستطيع أن يستعيد كل شبر من أرض فلسطين تم سرقته أو الاستيلاء عليه بخيانة خائن أو بجبن جبان. من غير ألم ورصاص أو ريشة أو ألوان، من غير ما فتش في النفوس أو أقلب الأحزان، أنا كلمتي منكم، أنا مهنتي الإنسان، ماشي وباحث وراسم رسمة كروك وظل، خارج حدود الوطن باحث في كل زمان. الأرض دي أرضي، الأرض دي أرضي، الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي، أمال كده مالي شايل همها لوحدي. جمال العذاب انفلت وانا وانا وراه وحدي. محمود عباس رضا، وحسب روايات أخرى يضاف للقب رضا ميرزا إلى أبو مازن أو اللقب أبو مازن، وكلمة ميرزا تعني بالإيرانية ابن الأمير. فهل يمتد أصل محمود عباس أبو مازن الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية ويقوم بتقييد كل مقاوم فلسطيني أيا كان انتماؤه ويسلمه لسلطات الكيان الصهيوني بموجب اتفاقات أوسلو وما يطلق عليه التنسيق الأمني المقدس مع الكيان؟ هل يمتد أصله إلى إيران؟ وهل يعقل أن يدير شؤون الفلسطينيين إيراني بهائي كما أطلقوا عليه أو كما قالوا وكما نشر في قناة الجزيرة بتقرير عن عباس بتاريخ 16/11/2004 في برنامج الملف الأسبوعي، تحدثوا فيه عن جذوره أو عن جذوره البهائية، وتساءلوا هل يمكن أن يكون خلف عرفات إيراني بهائي؟ يقول لك رام الله محمود عباس، محمود ميرزا عباس، أنت إيراني فارسي أصلك مش عربي، مين اللي حطك حاكم على الفلسطينيين؟ محمود ميرزا عباس، سألتك بالله عمرك سمعت فلسطين اسمه ميرزا؟ أبو علي الكاتب اليساري الفلسطيني يسألنا بالله، هل عمرنا شفنا فلسطيني اسمه ميرزا إيراني بهائي؟ ومدام حلفنا بالله نقول بكل يقين لا، أبدا عمرنا أبدا ما شفنا فلسطيني اسمه ميرزا، إنما هذا الاسم مرتبط باللغة الفارسية واللغة التركية فقط. هذا السؤال تم توجيهه بشكل مباشر من عمرو أديب إلى أبو مازن، الكلام ده كان قديم جدا سنة 2004. هل أنت إيراني بهائي أم أنك فلسطيني سني؟ سمعت الإشاعة أن أنت بهائي؟ والله سمعتها؟ نعم نعم سمعتها، وقيل عني اني انا بهائي لا ادري ليش، اما في واحد استنتج، واحد مش اذكر اسمه، قال اسمه محمود رضا عباس، رضا اسم ايراني وعباس عباس بهائي ولا، فهو من هذا هو بهائي. هل يهمنا كثيرا ان كان ابو مازن بهائي فعلا او ان ما يقال مجرد اشاعات؟ إذا كان محمود عباس مجرد شخص عادي فلا يشغلنا عقيدته في شيء، نحن مالناش دعوة، إحنا مش هنبص الواحد ملوش علاقة بقضية مهمة. لكن حين يتم اختياره من الصهاينة ويتم وضعه على قمة منظمة التحرير الفلسطينية المعنية بتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى الذي يخص كل المسلمين، وحين تكشف وتكشف السنين الطويلة التي جلس فيها عباس
في قصر الحكم برام الله بما يسمى السلطة الفلسطينية. وقتها لابد أن نسأل كل مسلم من هذا الرجل الذي يتعامل بعشق مع الصهاينة ويلتقي بهم سعيدا والهانا وينفذ كل أوامرهم ولا يرفع رأسه أو صوته حتى من باب ذر الرماد في العيون مدافعا عن أرض فلسطين وقضاياها التي يتم تقطعها بالمستوطنات الصهيونية وقطعها وقطمها. حين نعرف أن وزراء وزملاء يتاجرون في بناء هذه المستوطنات وأبناء مثلما يفعل أبو علاء قريع بتوريد الأسمنت لبناء السور العازل الصهيوني أو الجدار العازل، حينها فقط لابد أن نسأل من هو محمود عباس هذا، ولماذا هو موجود على رأس هذه السلطة من 16 سنة وما زال موجود ويتمدد رغم بلوغه 86 سنة، زيه زي كل الحكام العرب العسكر أو الملوك الذين يموتون جلوسا على كراسي الحكم، حكم العرب والمسلمين فقط. من حق كل مسلم عربي أن يسأل من هذا الرجل الذي جنى أبناء المليارات وكيف استطاع أن يكون ثروته وثروتهم. من حقنا أن نسأل لماذا يقوم جنوده بالقبض على كل فلسطيني حر يخرج غاضبا مدافعا عن فلسطين وأرض فلسطين. أسئلة من حقنا نسألها. أنقل لحضراتكم بعض تفاصيل نشأة وحياة هذا الرجل من خلال كتاب البروفيسور عبد الفتاح عويس معالم خارطة الطريق. هو محمود عباس رضا ولد في بلدة صفد سنة 1935. جده الأول عباس أفندي الذي هاجر إلى فلسطين 1911، هاجر من إيران واستقر في حيفا وكان ينتمي للطائفة البهائية، وهي طائفة أو ديانة لها علاقة باليهودية وليس لها علاقة بالمسيحية أو بالإسلام، هي أقرب ما تكون شعوريا إلى اليهودية وإيمانا من هذه الطائفة بعدم التعرض لأحد والعمل من أجل السلام، السلام التام. هذا ما يعمل عليه عباس لأنه مؤمن به ضمن عقيدته إن كان حقا بهائي. لذلك قال بالفم المليان أن التنسيق الأمني مقدس مقدس مقدس. نزع سلاح المقاومة وأعلن أن التنسيق الأمني مع الاحتلال مقدس. التنسيق الأمني مقدس مقدس. نحن أمام رجل يرأس منظمة أنشئت بهدف المقاومة لتحرير الأرض ومع ذلك يتباهى بأنه ينسق مع الاحتلال الصهيوني ويسلم سلاح المقاومة للصهاينة ويقبض على المقاومين الأحرار. هو عمل مقدس حسب عقيدته لأن التقديس لا يأتي إلا من خلال عقيدة، فالبهائيين يقدسوا عدم حمل السلاح. فهل نحتاج مفردات أكثر وضوحا لمعرفة أن عباس زيهم بهائي ولا مش محتاجين؟ عباس مثله مثل كل الحكام العرب الذين ظهروا أمامنا مدافعين عن فلسطين وقضايانا وفضحوا أنفسهم بفعل الضعف الذي انتاب الأمة لانشغال كل بلد في مشكلته فافتضح أمرهم. المهم التعاون، هم أنفسهم متعاونين مع الصهاينة لضياع كل فلسطين في الخفاء، ولكن في العلن كانوا يقولوا غير هذا. انكشفوا وانكشفت العورات ولم يبقى أحد إلا وقد عرفنا أنه يتعامل مع الصهاينة في الخفاء وأيضا الآن في العلن. لم يحيي أحد الحق الفلسطيني إلا الفلسطينيين وإلا سلاح المقاومة التي أعادت الدماء لعروق القضية مرة أخرى ودبت في عروقنا الحياة بعد الممات والهوان والإحباط. هل نحتاج أن يصرح عباس أكثر من هذا حتى نعرف من هو؟ نقول هذا حتى تكون الخطوة الأولى التي لا بد أن تأتي ولا يوجد خطوة ثانية بعدها، ألا وهي تطهير الجسم الفلسطيني وعدم إغلاق هذا الجرح إلا بعد تطهيره من عباس ومن أمثاله. على الفلسطينيين أن يختاروا فورا من يستحق أن يمثلهم. محمود رضا عباس أبو مازن ولد في صفد عام 1935. بدأ حياته السياسية في ستينيات القرن الماضي في سوريا وقطر، ومن ثم انضم إلى حركة فتح. رئيس الوكالة اليهودية، لقب أطلق على عباس الذي كان أول من نادى بفكرة لقاء الإسرائيليين منذ سبعينيات القرن الماضي. أنا أول من دعا للقاءات يهودية فلسطينية
ونثبت له شبعي كده من لسانه ندينه. عباس بيقول انه اول من دعا للحوار مع الصهاينة ونسب لما شبع. وهل شبع حقا ولا محتاجين لسه يسبوه؟ هل يستحق ان يسب فقط ام يجب ان يرحل هو وكل من سلم مقدرات الوطن؟ هل يستحق عباس ان يكون على رأس سلطة تحكم الفلسطيني الحر؟ الرجل إذن موضع شكوك في ديانته القريبة من الصهيونية العالمية، وموضع يقين بالنسبة لمواقفه السياسية المتطرفة في انقلابها على ثوابت الأمة وعلى قضايا فلسطين، وموضع احترام وافر من القيادات الصهيونية والأمريكية على اختلاف مشاربهم وتنوعاتهم، حتى لدى صقور الليكود المتطرفين هو قريب جدا منهم وحبيبهم. بدأ عباس في فتح قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني في عام 1974، انتهى بالكشف عن إعلان مبادئ السلام مع إسرائيل المتضمن الاعتراف بالكيان الصهيوني في بداية عام 77، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن اعتراف فلسطيني بالكيان الصهيوني. ما كانش في حاجة زي كده قبل كده أبدا. تفاوض عباس سنة 77 مع الجنرال ماتتياهو بيليد، وقبل أن يتعاون أبو مازن كان قد قرر أن يقوم بغزوات تفاوضية. كان قبلها قد تبوأ بقى منصب عضو اللجنة الاقتصادية لمنظمة التحرير من سنة 1981 في إبريل، رغم أن الرجل لم يكن له أي تاريخ نضالي وليس من أصحاب الخبرات الاقتصادية مثلا، لكن وجوده في قطر التي رحل إليها لعلاج حالة الفقر المادي الشديد لأسرته سنة 59 كانت مبرر ومدخل. وبهذا المنصب اللي هو بقى الوزير بتاع الاقتصاد والحاجات اللي بيفهم في الفلوس دي، قدر حضرتك يدخل من خلالها يجمع الملايين والمليارات لصالح منظمة التحرير من دول الخليج ومن الفلسطينيين في الخليج، وأصبح غطاء يستطيع من خلاله زيادة التعمية على حركاته وتحركاته المشبوهة اللي سبقت الإعلان عن اتفاقية أوسلو المشينة في العام 1993، واللي تمت بالفعل من وراء ظهور كل القيادات الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية فيما عدا عرفات وقريع. وأصبح عباس من وقتها وأولاده أصحاب الملايين ثم المليارات التي ادخرها من مرتبه الشهري. ويا للعجب أخي، عشان أوفر عليك 20 مليون يا أبو علاء. يا أبو مازن، أنت تسلمت أولا، أنت تسلمت 1,460,000,000 دولار صندوق استثمار. أنا بقولش أخذتهم، أرجو أن يوثقن في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 2، كل أموال فتح التي تبيعها في لبنان أرجو أن توثق باسم اللجنة المركزية لحركة فتح. بس هذا مطلب وليس اتهام. ما شافوهمش وهم بيسرقوا، سمعوهم وهم بيتحاسبوا. حضرتك ده مثل مصري بيوصف حال اللصوص اللي اتفقوا يسرقوا سريقة وعرفوا فعلا ينفذوا ويسرقوا ومحدش عرف ان هم اللي سرقوها، لكن وهم بيتقسموا السريقة اختلفوا بقى مع بعض وصوتهم عالي فالناس سمعت وعرفت مين اللص. كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتهامه لعضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان بضلوعه في قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب اتهام دحلان بسرقة مئات ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الفلسطيني. عباس اتهم دحلان بسرقة 10 مليون، ودحلان اتهم عباس بسرقة 1.5 مليار دولار على الأقل، أو كما قال عاوز يعرف فقط هم فين. يا أخي قول هم راحوا فين. معقول يا ناس هذا حالنا اليوم؟ صلاح شحادة وقت كنت وين؟ بغزة. بغزة بس خلاص. إجا دحلان وقال صلاح شهادة سينتهي خلال دقائق، وبعد دقائق سمع انفجار ضخم، فراح دحلان برا ورجع وقال بالحرف الواحد ابن الكلب نفد. التهم لم تكن فقط في سرقة دحلان للملايين، ولكن أيضا تورط دحلان في سفك دماء الفلسطينيين في الوقت اللي كان فيه شريك عباس وكان راضي عنه وموافق في السرقة وفي سفك الدماء، وكان عباس راضيا، فكيف به يقبل برجل قد سرق وسفك الدماء؟ شوف هذا غيب عن الوعي محمود عباس.
إذا ثبت أنني تورطت في دم فلسطيني بكونش رجل أصلا. ثانيا أنا أعطيك شاهدين لأنه بديش أدخل في تفاصيل جنونه هذا. حين كنا في تونس كان محمود عباس غايب عن الوحيد. لا بس رئيس سلطة فلسطينية يتهمك وبالأسماء. لا يعرف شيء. لا هذا مسكين يا رجل هذا. لا طب كيف بيعرف كل هذا الكلام وكان متحالف معي؟ وبالمناسبة مش متحالف معي، لا كان في حمايتي. في فرق في حمايتك؟ طبعا أبو مازن كان في حمايتك؟ كان في حمايتي وأنا عمري ما حكيت الكلام وأنا ممكن أحكيه وصالح أحمد عبد الرحمن. كلام منطقي جدا يا دحدوح. الواد بصراحة ذكي وداهية. قل ما تريد ولكنها الحقيقة. كيف يتحالف محمود عباس مع دحلان وهو يعرف أن دحلان سارق وقاتل؟ بل والأكثر غرابة، كيف يكون تحت حماية دحلان وهو مسؤول السلطة؟ كان عباس هو المسؤول مش دحلان. هذا ما يكشف عنه المسطور أو يكشف عنه الآن عن هؤلاء حتى تعرف من يتحكم ويحكم في قضية فلسطين الأهم بالنسبة لنا. من يبيع فلسطين في مزاد عدم الشرف؟ محمود عباس ميرزا لم يصبح هناك أي مجال للشك أنه عميل للصهاينة في فلسطين، ودحلان عميل للصهاينة في دولة المؤامرات العبرية، أو قل أن عباس وكيل الصهاينة لتنفيذ مخططاتهم الكاملة في فلسطين للسيطرة على كل أراضي فلسطين. أما ما بقي تحت إيد حماس والجهاد ودحلان يخطط مع الصهاينة العرب في أبو ظبي للقضاء على ما بقي من فلسطين وقضيتها. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني له وكلاء حصريين في الإمارات. وحتى نفهم لابد أن نفهم كل الأبعاد والتفاصيل والمؤامرات والشخوص. إياك تصدق أن البدل والكاميرات والكلمات، اوعى تصدق دول، الكل باعك يا ريتشارد. في 16 من أبريل لعام 1988 تخاذل محمود عباس في الدفاع عن الشهيد خليل الوزير أبو جهاد الذي اغتيل على يد الموساد الإسرائيلي في البيت المجاور لمنزل أبو مازن في تونس، الذي أمر حراسه بإطفاء الأنوار وعدم التدخل. أقرب بيت لبيت الشهيد لخليل الوزير أبو جهاد هو بيت الأخ أبو مازن. سقط خليل الوزير أبو جهاد بعد اغتياله شهيدا على أبواب مرحلة جديدة. محمود عباس متهم بالإبلاغ عن وزير الخليل أبو جهاد عليه رحمة الله وإرسال الإحداثيات، إحداثيات وجوده في تونس، ومن خلال هذه الإحداثيات تم اغتيال أبو جهاد. فهل هذا تم وأن هناك تهم حقيقية ولا هي مجرد ادعاءات؟ هل هذه التهم تهم صحيحة؟ ولماذا لم يرد عليها محمود عباس رغم نشرها في وسائل إعلام مختلفة من سنين؟ لماذا تم اغتيال أبو جهاد تحديدا؟ ولماذا كان اغتياله ضروريا للصهاينة والمحمود عباس؟ فكر كده معايا. ومن هو أبو جهاد؟ أمير الشهداء كما يطلق عليه. هو القائد خليل الوزير أبو جهاد، هو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، نائب القائد العام لقوات الثورة، مهندس الانتفاضة الأولى، الملقب بأمير الشهداء. حتى نعرف لماذا اغتيل هذا الرجل، لماذا شارك عباس بالمعلومات أو بالتخاذل وتركه يتم اغتياله رغم أن بيت أبو جهاد ومحمود عباس كده لازقين في بعض في تونس. نفس المشهد تكرر لما تم اغتيال موسى عرفات، برضو ده كان في رام الله وبيتهم كان كده ليخلوا وجه فلسطين لمحمود عباس. تم اغتيال موسى عرفات وبيته زي ما قلنا كان جنب بيت محمود عباس، ولم يتدخل حتى حرس محمود عباس سواء دفاعا عن أبو جهاد أو عن موسى عرفات. سيبوهم خلوهم يخلصوا عشان الدنيا تفضالي. أبو جهاد خطط لنسف خزان زهر سنة 55 ونسف خط أنابيب المياه في نفق عيلبون 65 وعملية فندق سافواي في تل أبيب وقتل فيها 10 صهاينة و75 كمان كان في عملية تانية اتقتل فيها ألبرت ليفي كبير خبراء المتفجرات ومساعده في نابلس. 76 وعملية الشهيدة دلال المغربي اللي قتل فيها أكتر من 37 صهيوني عام 78، كل دول كان أبو جهاد وراهم. وقصف ميناء إيلات عام 79 وقصف المستوطنات الشمالية عام 81 وأسر 8 جنود صهاينة في لبنان ومبادلتهم بخمسة آلاف معتقل لبناني وفلسطيني عام 82 وإدارة حرب الاستنزاف في جنوب لبنان من عام 82 إلى عام 84.
هو صاحب هذه العمليات، وهو صاحب عملية مفاعل ديمونة، والتي كانت السبب الرئيسي لاغتيال أبو جهاد. هذه بعض العمليات التي قام بها أبو جهاد. فما هي العمليات البطولية التي قام بها محمود عباس المناضل الوطني المدافع عن فلسطين بالتنسيق الأمني المقدس؟ اللي هو يعني إيه التنسيق الأمني حضرتك؟ في نفس الوقت كان يرسل وفده خفية إلى النرويج، إلى أوسلو، للاتفاق مع الإسرائيليين على التنسيق الأمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والمخابرات الإسرائيلية. يجتمع مع الإسرائيليين للتنسيق. تدري شنو التنسيق الأمني؟ تبليغ إسرائيل مسبقا بأي تحرك للفدائيين الفلسطينيين ضد إسرائيل. هو ده حضرتك التنسيق الأمني. وأظن أن كل طفل فلسطيني في حجر أمه يعرف أن محمود عباس ينسق مع الصهاينة ويقبض على المقاومين لصالح الكيان الصهيوني. هذا جزء من صفحة عباس غير البيضاء. هل هي خيانة أم عمالة أم أنه وطني صاحب رؤية تسبقنا جميعا، وهو يعرف أن الصهاينة سوف يعني يبلغون حدهم ويبلعون كل أرض فلسطين، وعلى كل فلسطيني أن يبحث له عن مكان تاني يعيش فيه خارج فلسطين، سواء بقى في الأردن أو في الخليج أو في سيناء. أيوة الخليج حضرتك تحديدا، لأن عباس يعرف ويشارك دولة المؤامرات في سيطرة الكيان الصهيوني على الخط الساحلي الخليجي في الخليج العربي من الكويت إلى عمان. حضرتك مش مصدقني؟ شوف كده الرجل الكويتي ده بيقول إيه. ما الذي يمنع لو أن الولايات المتحدة قالت لإسرائيل احتلوا شريط النفط، نزلوا على شريط النفط؟ الخطة الإسرائيلية المعروضة على الكونغرس لاحتلال شريط النفط، الذي أوقف إسرائيل عن هذا الموضوع سنة 75، خل بالك، هو أن الكونغرس طلب التريث في هذا الأمر، لأن دول مجلس التعاون أو دول الخليج تقدم للولايات المتحدة كل ما تريده الولايات المتحدة وأكثر. الدكتور عبدالله النفيسي السياسي والأكاديمي الكويتي صاحب الآراء الجريئة جدا والصادمة جدا في كثير من الأحيان، قال من 15 سنة أن الخليج سوف ترى دولة صهيونية تخدم الكيان الصهيوني وهي الإمارات، وقد تم ما قال. قالوا من 15 سنة وقد تحقق. قالوا في لقاء بالجزيرة مع أحمد منصور كان يقصد المؤامرات أنها هتبقى كيان صهيوني في الخليج. قال أيضا أن عباس خائن وكل من معه خونة، يتاجرون بفلسطين وبالقضية الفلسطينية ويبيعون أرضها للصهاينة ويوردون لهم عمالة فلسطينية فقيرة رخيصة لبناء الجدار العازل والمستوطنات اللي بتاكل أرض فلسطين. فهل صدق هذا الرجل فيما قال؟ قال كمان ان عباس واولاده يملكون اكتر من 4 مليار دولار، وان ابنه شريك الصهاينة في الكيان الصهيوني بالملاهي الليلية وصالات القمار. فهل ما قاله صحيح؟ ويقول هنا ان الامارات والكيان الصهيوني وايران يعملون لاحتلال الساحل النفطي من الكويت الى عمان للسيطرة على النفط وتسكين الفلسطينيين في الخليج وأماكن أخرى. فهل حقا هناك مشروع للسيطرة على الكويت ودول الخليج، وأن هناك 4 دول خليجية سوف تختفي خلال 5 سنوات قادمة؟ هو قال كده. ليس هذا هو موضوعنا، ولكن موضوعنا هو هل عباس مع دحلان مع ابن زايد مع الموساد الصهيوني يخططون لإيجاد أماكن بديلة لترحيل الفلسطينيين إليها بعد خنق غزة بالحصار الذي دام حتى اليوم أكثر من 11 سنة ولم يفك عنها هذا الحصار بعد؟ هل صفقة القرن أو صفعة القرن كانت تعني توطين الفلسطينيين في الأردن وفي سيناء في مصر؟ وهل من يحكمون مصر على وفاق مع الصهاينة في أن يتم تسكين الفلسطينيين في أرض مصر في سيناء؟ التفكير في سيناء هيكون كالآتي: إسرائيل عاوزة تزق قطاع غزة وغزة تحطهم في سيناء. قالها لي مرة نتنياهو في حوالي 6 أشهر قبل ما أمشي، هو بيقول لي دي خريطة كده موجودة
هذه تقريبا مثلا هذه قطاع غزة، هذه حدودنا وهذه قطاع غزة. قولي احنا لو ايه لو نسيب الناس في غزة دول نشوف لهم حتة كده لقيته بيشاور على سنين في حتة فيه. انا اصلي بغرب حاجات عندنا يعني سال موضوع تقولي فورجيت اباوت، هتبقى مشكلة بينه وبينك على طول. لا بس اتكلموا بصراحة يعني. لا انا صريح جدا. لا هم اتكلموا بصراحة. لا هو قالها كده زي ما يكون بيقص نبض. قلت له توديهم فين؟ قال يعني بحط على ايده على سنين. قلت له انسى الموضوع. نتنياهو حط ايده على سيناء الطاهرة الشريفة المشرفة ومبارك قال له انسى الموضوع ده، فهل حط ايده النتن تاني في ايد حد تاني وقال له وماله اهلين وسهلين ومرحبتين يا ابو خاله؟ حسني مبارك بيقول ان المخطط نقل الفلسطينيين لسيناء، وصفقة القرن باقي مخططها بيقول نقل آخرين من الفلسطينيين إلى الأردن وإلى دول الخليج ومنح من يعيش في الخليج فعلا اليوم الجنسيات الخليجية، ويبقى كده خلصوا من كل الفلسطينيين وما فيش حاجة اسمها حق العودة. فهل يعمل عباس على تحقيق هذا الهدف السامي؟ وهل سمعت مرة عباس بيتكلم عن حق العودة؟ بما أنه لا يعادي السامية بالتقلية عمل إيه للفلسطينيين؟ وبما أنه راعي التنسيق الأمني المقدس مع الصهاينة، كل ما يمشي واحد ونقول انه خاين وعميل نترحم على ايامه ونقول يا يوم من ايام عملتك وخيانتك كانت عمالة متغطية مش مكشوفة. من اللي اتكشف وبان واحنا مش عارفين نتصرف فيه الا بالمواجهة. عباس متهم بوضع السم لعرفات مع دحلان قبل ما يختلفوا مع بعض، هم بيقسموا السرقة اللي اتكشفت وهم برضو بيصرخوا قدام الناس انت اللي سرقت بابايا. يا بابايا على رأيك يا شكار. من غير قلم ورصاص أو ريشة أو ألوان، من غير مفتش في النفوس أو أقلب الأحزان، أنا كلمتي منكم أنا مهنتي الإنسان، ماشي وباحث وراسم رسمة كروك وظل، خارج حدود الوطن باحث في كل زمان، الأرض دي أرضي، الأرض دي أرضي، الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي، أمال كده مالي شايل همها لوحدي، جمال العذاب انفلت وانا وراه بحدي، وانا وراه وحدي، ليه 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 يا ابو الغلابة.